السلام عليكم خوتي خواتاتي، واهلا اهلا وسهلا بكم. كنت كنفيلمي لكم الفيديو من الاول حتى الاخر، ويطير لي على فيديو يعني غادي نعاود لكم المقادير بفمي. هنا اتصلت بيا اختي وقالت لي بغات شويه ديال السلو من شغل يديا، ما قديتش نقول لها لا. اذا كيف كنقولوا هادشي اللي غادي نوريكم راه كان عندي في الدار، يعني فين ما كنمشي نتقدى هكذا نوبه نوبه كنجيب معايا حاجه كنخليها في الدار وكنشوف لادات. اوكي، هنا البنات عندي الدقيق ولا القسم الى كلشي، كنت عامله لكم الكاميرا كنوريكم، ولكن مع الاسف كلشي تصوت عليا على وجاتني واحد المكالمه. هنايا عندي تقريبا واحد نص كيلو ديال الدقيق ديال الشوفان، يعني خديت الشوفان خديت كيلو وحمصته وطحنته، يعني كيلو خفيفه البنات بحال كتقولوا نص كيلو ديال الطحين، ومعاه جوج ديال الكيسان ديال الزرع، يعني لا فارين كومبليت الدقيق الكامل حمرته وعملته هنا مع الشوفان. عندي واحد ما نقدرش نقول لكم نص كيلو اللوز، نص كيلو اللوز، عندي نص كيلو ديال الجرجلان، عندي حبه حلاوه والنافع، عندي زرعه الكتان، عندي الكوزه. ودابا تبعوا معايا المقادير. اذا المقادير ديال النافع وحبه حلاوه، واحد نص كاس ديال العنبه شويه زايد. بالنسبه لزرعه الكتان الا عملت كاس ديال العنبه. بالنسبه للكوزه عملت معلقه ديال صوبه كبيره، على ود كنت كنفيلمي لكم ومشى ليا كلشي. اذا غادي نكملوا المقادير. واحد رشيشه البنات ديال الملحه كتهرس ديك الحلاوه. هنا عندي بحال اللي غادي نقولوا واحد جوج ديال المعالق ديال الصوبه ديال القفا، غادي نخلطهم مع بعضياتهم مزيان بيديا. راني عامله القفازات البنات ونرجع لكم. دابا ملي خلطنا مزيان البنات النواشف خلطناهم مزيان، نعمل واحد نص كاس ديال الماء الزهر، حيت انا ما كنبغيش يجي كيف كنقولوا معلق، كنبغيه يجي شويه مفارقين على بعضياتهم، ولكن هي اللي كتبغي هكذا شويه. عملت لها داكشي اللي كتبغي هي يا. البنات هضرت معها دابا قالت لك والو تعملي ليا سكر كلاصي، قالت لك انا ما كناكلوش العام كله، يعني هذا غير جا عندها شي حد ولا لا كانت شي مناسبه، قالت لي هي تاخذه مع قهوه مع الناس. اذا هنا السكر كلاصي واحد الكاس ديال العنبه غادي نغربلو، غربلوها البنات الله يطول لي عمركم. فوالا سبحان الله كاين حتى شي حبيبات هنايا ماشي سكر. اوكي اذا غادي نخلطو مع بعضياتو ونرجع لكم. البنات الا تعقلوا كنت دويت لكم على العسل جوده عاليه، هاد لاغام هادي هاد الماركه هادي عقلوا عليها كابتور دي كرون، هادي راها في العدس في اللوبيا في اللحم، يعني اللحم ديال الكوا كندوي في اي حاجه كتلقاي هاد لاغام. انا العدس كناخذ ديالهم، كناخذ لي بات ديالهم، العسل ديالهم، الكونفيتور ديالهم، هادي جوده ما كاينش من فوق منها. فوالا هادي هانتوما عقلوا عليها. غادي نخوي هاد القيعه ديال العسل خديتها لها هنايا على ود العسل اللي صيفطات ليا صديقتي العزيزه السعديه ديال كان، لهداك العسل الحر هداك مخليه ليا. انا ما كنتش بغيت نعمل ليها السكر كلاصي، ولكن قالت لي والله ماشي لا رمضان زعما دائما، قالت لي باش ملي كيجيو عندي يعني نسابها وداكشي، قالت لي غير نحطو في الطبله، قالت لي غير شويه نحطو. قلت لها انا ما عنديش مع الحلاوه ما نعملش لك شي حاجه اللي هي حلوه. ايوا وهي هي تقول لي انا مزاوقه فيك والله ما ناكلو. ايوا كنتمنى ما غاداش تدور بهاد الحلاوه كلها، ومن بعد تبداو تقولوا منين كيجينا هاد المرض منين كيجينا هاد المرض. وما ننساش الله يطول لي عمركم تعزية الحارة
الاخ العزيز اللي كتموت عليه بنتي وتانا عزيز عليا دايوغ، كنتسنى في لمياء دابا تجي، يمكن نكملوا هذا الفيديو معها يمكن لا. المرحوم عبدو الشريف، عبدو الشريف اللي سبحان الله كنت دويت لكم عليه في القناه عندي هذه شي شهر، دويت لكم قلت لكم الصوت ديال عبد الحليم الحافظ. عبدو الشريف كيغني كيغني الاغاني مي فريمون الاغاني دو كلاس. والبارح قلتها لبنتي قلت لها راه سكتة قلبية جاتو باقي صغير، وكنتمنى على ود الام ديالو شتها كيفاش كتشوى على ود وليداتنا، هما اللي خاصهم يدفنونا ماشي حنا اللي ندفنوا وليداتنا، ولكن الله عطا والله خدا. اذا كيف كنقولوا الله سبحانه وتعالى غينعم عليها، غينعم عليها بالنعمه ديال النسيان على ود الام. الا ما نعمش عليها الله بالنعمه ديال النسيان راه تستر الله يستر على ولادها. اذا تعازي الحاره لعبدو الشريف. ها انتم البنات راني عجنتو 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 بيديا، وها انتم كنعملوا له هكا يطول لي عمركم. ملي كيتجمع هكا صافي راه فيه القوام ديالو في كل شيء. لي دابا شنو غادي نزيد؟ غنزيد غير شويه ديال اللوز مهمش، وهي الا بغات اللوز صحيح تزيدو من عندها، يعني تشري اللوز غير ما تقليش في الزيت، تقليه في ديك يعني تحمصو في ديك المقله الهوائيه. اما انايا ملي كنعملوا ليا البنات انا ما كنعملش ما كنحمص لا لوز لا ججلة لا والو، انا كنطحن وكنعمل هنايا، كنطحن وكنعمل هنايا على ود ملي كنكونوا كنطحنوا خاصكم تعرفوا راه هو سخون. كتشوفوا داك الججلان كيطلق ديك الزيوت ديالو ملي كنكونوا نطحنوه، اذا هذيك الزيوت ديالو هي اللي محتاجينها. اللوز وكذلك ملي كنكونوا نطحنوه، اما ملي كيتحمص داك الشيء كيمشي مع يعني كيمشي في العافيه. نخلط هذا الشيء ونرجع لكم. ايوا ها انت اختي واحد القهيوه ما نقولش ليك، واحد القهيوه ما نقولش ليك، حتى مشيت كاع جبت لي طاس ديال الام ديالي الله يرحمها ديال ملي كنا في الدار، وغادي نذوق. جبت المعلقات ديالها غادي نذوق وغادي نقول لكم والله العظيم الا جا خطير. غير الريحه ديالته البارح، انا بديتو البارح، البارح حمرت الطحين وحمرت وخليتهم، اليوم عاد باش جمعت القوام مع بعضياتو. البارح كانت واحد الريحه في الدار، ولكن دابا ما نقولش لكم عليه، واخا عملت فيه داك شويه ديال السكر كلاصي شويه ويلي راه كاس كبير، وعملت قرعه ديال العسل الحمد لله، ماشي ديك الحلاوه اللي كدوخني انا ما كنتقبلهاش، يعني لا باس به لا باس به، ماشي حلو 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 تتخلعت. وهكذا كان غادي نصيفطوا ليها غادي غدا ان شاء الله. انا عندي سطل كبير ابيض يعني ديال هادشي ديال السفوف وداكشي، ولكن ما عملت ليها يعني ما عرفتش واش غنعملو في داك السطل ولا غدا نمشي ناخذ واحد السطيله اللي هي غادي تجي حدو قدو على ود السطل اللي عندي كبير. وما شاء الله عندنا الشتا، الشتا ديك الشتا رقيقه للارض كتستافد منها، ما شاء الله عندنا الشتا يومين هادي. فوالا غادي نمشي نشرب القهوه ديالتي لم يبقى ما جاتش، دابا غادي نزيد نعاود نتسناها، وكنقول لكم حقكم في الجنه والله يطول لي عمركم. ملي يجي عندكم شي حد ضيف، الضياف ما بقاو حتى حد كيجي عند شي حد، الا باقين كيجيو عندك الضياف عرفي راسك راكي بيني وبينك راكي غير خطيه كيضحكوا عليك. الا جاو عندك الضياف راه ما يمكنش نوض نتقدى ونوجد ليهم ونطيب ليهم ونحط ليهم، على هادوك الناس اللي جايين عندي واش جايين باش تشوفوني ولا جايين باش تاكلوا عندي؟ الا جايين باش تشوفوني جاو عندك الضياف اللي كان عندك في الثلاجه طيبيه، لقيتي الثلاجه خاويه طيبي العدس طيبي المقارونيه، نتوما جايين باش تشوفوني. اما الا كانوا فريمون ضياف اللي كيف كنقولوا لي زاري خفف، كنحطوا لهم كويس ديال اتاي ولا قهوه وشويه هكذا ديال الصفوف، والله يجعل البركه. نتوما ما جايينش تاكلوا عندي، الا تقلقتوا عليا ومشيتوا قلتوا للناس
ويلي ما حطاتش لينا ما حمراتش لينا، اذا نتوما جايين باش تاكلوا. فرق ملي تواصلتوا معايا قولوا لي حنا جايين باش ناكلوا، ما عندنا ما نديروا بك نشوفوك، حنا جايين على الماكله. اما الا جيتوا حطيت لكم داكشي اللي كان في الدار غادي تقولوا لي حنا ما جيناش باش ناكلوا، حنا جينا باش نجلسوا معاك ونشوفوك. هذا هو اللي كنعرف انايا كيف كنقولوا، ما يمكنش نوض انا نتقدى. ولا مثلا انا اختي طلبات لي هذا، اقسم لكم بالله ما شريت شي حاجه من برا. الا تعقلوا كنت مشيت نينا بازار قسمت معكم السميد واللوز وكلشي الججلان وكلشي كان في الصيف، وي في الصيف يعني في الاخر ديال الصيف كان شهر 9 فاش مشينا، ونط البلاكار ديالي يعني لقيت كلشي، ما لقيتش غير مسكة الحره. قلت لها اذا ما غاديش نعملك ما غتكونيش. فوالا هادشي اللي القصد اللي بغيت نقول لكم. يلا شكرا، نوريكم واحد الحلوه جبتها كنتسنى في لمياء. فوالا كنتسنى في لمياء كان جابتها أصالة وكلينا غير نصها، ونصها دخلته للكونجيلاتور. دابا جبتها ماشي باش ناكلو، جبتها باش نحيدو عليا من الكونجيلاتور، هادشي انا ما كنبغيش يبقى عندي. يعني لك غادي تاكل داكشي اللي غتاكلو، الباقي مع السلامه. بقاو معايا غنوجد معكم هذاك الماسك اللي قلت لكم ديال الوجه. هانتوما البنات داك شويه ديال الججلان خديت منه شويه، هاد الماسك خطير البنات، ترطيب وتغذيه ومحاربه التجاعيد، ولكن غادي نقول لكم شنو نعملو فيه. شويه معلقه ديال الحليب، معلقه ما تفوتوش معلقه البنات، كنبقاو نحركو فيه حتى كيولي هكا. اذا دابا غادي نزيد الزبادي. عندك ياغورت كامل الدسم، عندك هذا بحالي انايا دائما عندي هذا في الثلاجه، غادي نزيد هذا، غادي نزيد واحد المعلقه ديال زيت العود ولا الزيت الطبيعيه، المهم فوالا معلقه. عندي معلقه ديال القهوه ديال القطاره، ماشي القهوه، ويلي ويلي شوفي ضفري، واحد الفيرني عملته على ضفري حاقوا ليا، ماشي القهوه سريعه الذوب، الذوب القهوه ديال القطاره. هانتي اختي العزيزه، هذا قناع وتقشير والترطيب ومحاربه التجاعيد. هنايا اشنو غنعملو مثلا، هذا غادي تخليها واحد ما كملاش 5 دقائق، خصو يكون بارده ملي تعمليه على وجهك. داكشي علاش ياغورت ولا لا كريم فريش كتكون في الثلاجه، يعني غادي وجهك تجمعي ليا شعرك، غادي تعملي ليا بحال هكا على البشره ديالتك، خاص تكون ايبي. وغادا تخليه واحد شنو نقول لك، واحد تقريبا واحد نص ساعه المكانه، نص ساعه المكانه خليه، وتقدر تكون كاع زايده. وغادا تجي وتقدي ليا صبيعاتك فميها دافيه، وغتبداي تعملي بحال التقشير غوماج، يعني بحال كدلكي في البشره ديالتك. وركزي يعني الا مشيتي هكا تعاودي ترجعي على العكس، وسيري ليا تحت يعني بحال غدا العنق ديالك في ديك البلاصه اللي كتكون فيها عندكم الكحوليه. وبشويه ماشي ما كنزربوش البنات، غير بشويه. وغسلي ليا وجهك، واللي باقي عملي عليه باكي البلاستيك ديال هذاك البلاستيك الابيض، عمليه عليه ودخليه للثلاجه احتفظي به. فوالا انا هذا درته لوجهي على ود الججلان، الفوائد ديالو ما نقولش لكم عليها بالنسبه للقناع ديال البشره. فوالا يلا احبكم في الله والسلام عليكم. لا لا بلاتي بلاتي، فوالا غادي نمشي نشرب القهوه ديالتي. اما سلو ما غاديش ناكلوا البنات، ما عنديش مع الحلاوه نهائيا، سبحان الله العلي العظيم. خرجت لي رانيا بنت بنتي مثلا لمياء، لمياء تاكل من هذا، رانيا كلمه الحلاوه بحال كدور بها بالضو، ما كتحملش الحاجه اللي هي حلوه، يعني اي حاجه حلوه ما كتحملهاش. يلا تبارك الله عليكم وحقكم في الجنه، والسلام عليكم.